السلام الله عليكم، معكم رضا من قناة كرة فانس. إذا ستنطلق يوم الجمعة المقبل إن شاء الله المرحلة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، مرحلة المجموعات. مرحلة قوية، مرحلة ستكون مهمة جدا، آخر فرصة للتعويض بالنسبة للفرق اللي حققت نتائج سلبية في اللقاءات السابقة. كيف ما قلت، لقاءات مهمة، لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين، لقاءات ستوضح ملامح الفرق التي سنراها إن شاء الله في دور ربع النهاية. المرحلة الثالثة ستحمل لنا جوج ديال الصدامات عربية. الصدام الأول غيكون ما بين الرجاء البيضاوي وفريق شبيبة القبائل الجزائري، والصدام الثاني غيكون يوم السبت، غيجمع ما بين النجم الساحل التونسي والهلال السوداني. اليوم إن شاء الله سنتحدث على حدود الفرق العربية في هذه المرحلة الثالثة، سنناقش جميع اللقاءات لقاء بلقاء، وسنتوقع نتائج هذه اللقاءات بكل حيادية كما عودناكم دائما على قناة كرة فانز. ولكن لو وصلتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا دائما باللايك شير. بالنسبة اللي كيشاهدونا أول مرة، تسجلوا في القناة، فعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم الجديد ديالنا أول بأول. ندخلوا في التفاصيل. إذن كما سلفت ذكرا، ستنطلق إن شاء الله يوم الجمعة المقبل مقابلات المرحلة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، لقاءات مهمة جدا. نبدأ هذه الحلقة باللقاء الأول الذي سيجرى يوم الجمعة، ويجمع ما بين بريميرو دي أغوستو الأنغولي وفريق مازيمبي الكونغولي. لقاء صراحة غير متكافئ، الأمور كلها تصب في مصلحة فريق مازيمبي اللي دخل البطولة بكل قوة وكشر على الأنياب ديالو. جوج اللقاءات، جوج الانتصارات، فريق مرشح بقوة للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، عكس فريق بريميرو دي أغوستو اللي حصل على نقطة يتيمة من لقاءين. تنظن آخر فرصة بالنسبة لبريميرو دي أغوستو، هناك فرق شاسع في الإمكانيات. الأمور كيف ما قلت كلها تصب في مصلحة فريق مازيمبي اللي كتوفر على عناصر متمرسة ومتعودة على اللعب في دوري أبطال إفريقيا. كوجهة نظر تنظن على أن مازيمبي والله أعلم سيحقق انتصاره التالي على التوالي وسيضع قدم في الدور المقبل. ومسألة تأهل مازيمبي للدور المقبل بالمسألة وقت، تنظن على أنه المرشح الأول لتصدر هذه المجموعة. نمر للقاء الثاني الذي سيجرى يوم الجمعة، ويكون ديربي عربي غيجمع ما بين الرجاء البيضاوي وفريق شبيبة القبائل الجزائري. لقاء قوي جدا، كنا كنعرفوا على أن الديربيات العربية اللي كتجمع ما بين الفرق المغربية والفرق الجزائرية كتكون متقاربة من حيث المستوى ومتقاربة أيضا من حيث النتيجة. الرجاء استهل البطولة بهزيمة ضد حامل لقب الترجي بهدفين، دخل في مرحلة الشك، ولكن الرجاء تداركت الموقف وحصلت على انتصار مهم جدا خارج الميدان ضد فريق فيتا كلوب اللي كتعتبر من اقوى الفرق الافريقيه خصوصا على ارضيه الملعب ديالو. كيف ما كنقول، هذا الانتصار رجع الرجاء في البطوله. شبيبة القبائل استهل البطوله بانتصار على ارضيه الملعب ديالو ضد فريق فيتا كلوب، ولكن انهزم في اللقاء الثاني ضد حامل لقب الترجي التونسي بصعوبه. شبيبة القبائل قدم مستوى جيد في هذا اللقاء، ولكن انهزم. اللقاء اللي غيجمع ما بين الرجاء وشبيبة القبائل غيكون مهم للفريقين، بحكم على ان هاد الفريقين تنظن غيكون غيتصارعوا على البطاقه الثانيه عن هذه المجموعة. يعني كوجهة نظر تنظن على أن الترجي سيتأهل كمتصدر لهذه المجموعة. كيف ما قلت، اللقاء اللي غيجمع بين الرجاء وشبيبة القبائل الفريق اللي غيتمكن من جمع أكبر عدد من لقاءات بين لقاء الذهاب والإياب غتكون عنده حظوظ أقوى للتأهل. لقاء متقارب، ولكن تنظن الرجاء المنتشي بانتصار على غريمه الوداد البيضاوي في الديربي بهدف لصفر، تنظن على أن الرجاء البيضاوي سيحقق انتصار، ولكن الانتصار سيكون انتصار صعب بهدفين لهدف واحد على حساب فريق شبيبة القبائل الجزائري، والله أعلم. عموما هذوك يبقاو توقعات، يعني يمكن يصيبوا يمكن يخيبوا. اللقاء الثالث ليوم الجمعه وغيجمع بين حامل اللقب النسختين السابقتين الترجي التونسي وفريق فيتا كلوب. الترجي سيستقبل على ارضيه الملعب ديالو ترجي بطل افريقيا، الفريق اللي سيطر افريقيا في السنتين السابقتين، فريق مرشح فوق العاده للحفاظ على لقبه
وغيكون يعني انجاز اذا ما تمكن الترجي التونسي من تحقيق لقب دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه على التوالي. العديد من الخبراء والمحللين قالوا، ويعني ومنهم تونسيين قالوا على ان الترجي هذه السنه سيتاثر بخروج العديد من اللاعبين المهمين الذين ذهبوا لانديه اخرى، ولكن صراحه الترجي التونسي لم يتاثر وظهر بمستوى اكثر من جيد. يعني كفايه على اننا نقول على انه جوج لقاءات جوج انتصارات كوجهه نظر في هذا اللقاء، يعني تنظن على ان الترجي التونسي سيحقق انتصاره الثالث على التوالي وسيضع قدم في الدور المقبل. فريق فيتا كلوب يعني صعيب على انه يرجع وصعيب على انه ينتصر على فريق الترجي التونسي، خصوصا ان هذا الاخير يلعب على ارضيه الملعب ديالو. كنا كنعرفوا على ان جماهير الترجي دائما كتكون حاضره وكتساند الفريق الى اخر رمق. تنظن على ان فيتا كلوب غتكون مساله الرجوع ديالو في هذه المجموعه تكون صعبه، وصعبه ان لم تكن مستحيله. لهذا كما سلفت ذكرا اتوقع على ان الترجي سينتصر وغيكون ضمن بنسبه كبيره صداره هذه المجموعه هذه. اذا نمر للقاءات يوم السبت ونستهلها باللقاء الاول الذي سيجمع بين زيسكو الزامبي والزمالك المصري. الزمالك المصري يعاني هذه السنه ويعاني من العديد من المشاكل الاداريه، وايضا يعاني ازمه ماليه خانقه. سمعنا ان هناك العديد من اللاعبين ما تلقاوش الرواتب ديالهم، وهناك ازمه بين الاداره وبين اللاعبين، بإضافة إلى الأزمة التي يعاني منها الزمالك سنويا وهي أزمة تغيير المدربين. وتحدثت من قبل وقلت على أن من وجهة نظري على أن أكبر مشكل يعاني منه الزمالك وهو رئيس الفريق مرتضى منصور الذي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة ويؤثر دائما على تركيز الفريق. بعد إقالة المدرب ميتشو والتعاقد مع المدرب كارتيرون، تمكن الزمالك من تصحيح المسار في دوري ابطال افريقيا وحقق انتصار في اللقاء الثاني، وتمكن من يعني الفريق يحتل الان المركز الثاني. ولكن على صعيد البطولة المصرية الفريق يعني حقق نتائج سلبية جدا، والفريق ابتعد بشكل كبير عن صدارة الدوري المصري. الأهلي يسيطر على بالطول وبالعرض على الدوري المصري. لقاء يوم السبت سيكون لقاء مهم جدا لفريق الزمالك المصري، لان فريق زيسكو الزامبي عنده نقطه واحده وغيكون اخر امل بالنسبه له للرجوع في هذه البطوله هذه. الزمالك المصري غيبغي يتغلب على المشاكل ديالو ويحقق انتصار ثاني على التوالي لكي يحسم الامور في هذه المجموعه، لان تنظن صداره هذه المجموعه ستكون محسومه لفريق مازيمبي، والفرق الاخرى ستتصارع للتاهل كثاني عن هذه المجموعه. توقع ديالي تنظن على ان الزمالك سيتعادل ضد زيسكو الزامبي بهدف لمثلي. نمر لمجموعه اخرى، لقاء اللي غيجمع ما بين اتحاد العاصمه الجزائري وفريق صن داونز. لقاء مهم جدا. اتحاد العاصمه اللي غاب لسنوات عن دوري ابطال افريقيا، ولكن الفريق صراحه حاضر. الفريق ما زال محافظ على كل الحظوظ ديالو للتاهل للدور المقبل. الفريق حصل على نقطتين من اول لقاءين. الفريق لم يحقق اي انتصار بعد ولكن لم ينهزم، عكس فريق صن داونز الفريق المتصدر الذي يتصدر هذه المجموعه باربعه ديال النقاط. الفريق انتصر في اللقاء الاول في الميدان ديالو وخطف تعادل مهم جدا في الدار البيضاء ضد الوداد البيضاوي. صن داونز اللي تحدثت عليه من قبل قلت على انه كيتعتبر من اكبر المرشحين للمنافسه على دوري ابطال افريقيا، بحكم على ان هذا الفريق حافظ على اغلب عناصر ديالو وكيعرف استقرار اداري واستقرار مادي بقياده المدرب موسيلماني. اتحاد العاصمه الجزائري يعني يجب ان يكون مركز 100% اذا ما اراد الخروج بنتيجه ايجابيه، لان شاهدنا ماميلودي صن داونز ضد الوداد البيضاوي بالدار البيضاء فريق خطير جدا، فريق يتقن الكره الهجوميه، وكان بامكان صن داونز العوده بثلاثه ديال النقاط ضد الوداد البيضاوي. اتحاد العاصمه الجزائري دائما يعاني في الشوط الثاني. الفريق كيبدا اللقاء بشكل جيد ولكن هناك دائما تراجع في اللياقه البدنيه. الفريق كان منتصر في اللقاء الاول ضد الوداد البيضاوي والوداد تعادلت في الشوط الثاني. في اللقاء الثاني ايضا الفريق كان منتصر وما تمكنش من الحفاظ على التفوق ديالو ضد بيترو اتليتيكو، كان قاب قوسين او ادنى على انه يخسر
عموما كيف ما قلت فرصة لاتحاد العاصمة الجزائري، لأنه إذا حقق انتصار في هذا اللقاء سيقفز لصدارة المجموعة. عن نفس المجموعة الوداد البيضاوي اللي حقق تعادل مخيب في الميدان ديالو ضد صن داونز في اللقاء السابق، وخسر آخر لقاء في البطولة الوطنية المغربية الديربي اللي جمعه ضد الرجاء البيضاوي. الوداد المثقل بالعديد من الإصابات، يعني الوداد يلعب بدون دفاع العديد من العناصر المهمة جدا يفتقدها الفريق. يعني الوداد استعان بفريق الشبان لأن هناك خصاص كبير وهناك إصابات كبيرة. الوداد سيستقبل بيترو أتلتيكو الأنغولي، لقاء مهم جدا للوداد البيضاوي. وإذا ما أراد الوداد البيضاوي التأهل عليه تحقيق انتصار، يعني هذا الشيء لا نقاش ولا جدال فيه. كوجهة نظر ديالي تنظن على أن الوداد البيضاوي سيحقق انتصار على فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي. نسيت ما عطيتش توقع بالنسبة للقاء اتحاد العاصمة وصن داونز، تنظن على أن هذا اللقاء سينتهي بالتعادل هدف لمثله. خصوص الوداد البيضاوي سيحقق انتصار بهدفين لصفر على فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي. عموما هذو كيبقاو توقعات والله أعلم، يعني كيف ما قلت من قبل يعني التوقع يمكن يخيب يمكن يصيب. نمروا لآخر مجموعة، مجموعة النجم الساحلي التونسي، مجموعة قوية جدا. النجم الساحلي التونسي سيستضيف الهلال السوداني في قمة عربية يوم السبت، لقاء غيكون مهم جدا للفريقين. كيف كما سلفت ذكرا، الفرق التونسية ابتدأت يعني دوري أبطال إفريقيا بطريقة أكثر من رائعة، العلامة الكاملة سواء للنجم الساحلي التونسي أو للترجي. لقاء يوم السبت سيكون لقاء مهم للفريقين. النجم الساحلي التونسي عنده 6 نقاط، الهلال السوداني بعدما حقق انتصار في لقائه الأول ضد بلاتينيوم انهزم في اللقاء الثاني ضد نادي القرن الأهلي المصري. أهمية اللقاء تكمن بحكم على أن النجم الساحلي التونسي يريد تثبيت ويريد تأكيد التفوق ديالو وتحقيق العلامة الكاملة، لأن النجم الساحلي التونسي إذا ما انتصر في لقائه يوم السبت سيضمن بنسبة كبيرة التأهل عن هذه المجموعة، لأن الفريق سيتوفر على 9 نقاط، على عكس الهلال السوداني إذا ما انهزم في لقاء السبت المقبل سيخرج بنسبة كبيرة من دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. وهنا تكمن أهمية اللقاء. كيف ما قلت، النجم الساحلي التونسي شيء مختلف في دوري أبطال إفريقيا عن الدوري التونسي. كتوقع تنظن على أن النجم الساحلي التونسي سينتصر ضد الهلال السوداني بهدفين لهدف واحد، وسيضع قدم في الدور المقبل. نمر للقاء الآخر عن هذه المجموعة واللي غيجمع بين الأهلي المصري وبلاتينيوم. تنظن على أن هذا لقاء غير متكافئ. الأهلي السنة يقدم أداء محترم وأداء أكثر من رائع بقيادة المدرب سويسري فايلر. الفريق يسيطر بالطول وبالعرض على الدوري المصري. تنظن على أن الفريق حقق انتصار، يعني تنظن 6 ولا 7 انتصارات متتالية في الدوري المصري. الفريق لم ينهزم ولم يتعادل ويبتعد بصدارة الدوري المصري. فريق قوي، فريق يقدم كرة عصرية، كرة هجومية بقيادة المدرب السويسري فايلر. الفريق سيفتح المصري. الأهلي تعرض لضربة قوية، إصابة اللاعب رمضان صبحي. الأنباء تقول على أنه سيبتعد عن الملاعب لمدة حوالي 6 أسابيع، ولكن الأهلي المصري عنده دكة محترمة، والفريق مؤخرا قام باستقطاب المهاجم كهربا. تنظن على أن الأهلي لن يجد صعوبة في الفوز وفي هذا اللقاء هذا. عموما كانت هذه توقعات المرحلة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا. أهم التوقعات ديالي، نبغي نعرف التوقعات ديالكم. ما تنساوش تخليو التوقعات في التعليقات ونتناقشوا بيناتنا. ونتمنى على أن حتى واحد ما يتقلق. التوقعات اللي كان ديري يعني مجرد توقعات ولكن لا مستحيلة في كرة قدم. كان هذا كل شيء فيما يخص المرحلة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا. إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوش ديروا لايك شير، تسجلوا في القناة، تفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم جديدنا أول بأول. كان معكم رضا من قناة كورة فاس. السلام عليكم.